العائد الاقتصادي إذا كان تمت اقتصاديات الموهبة، اقتصاديات موهوبين، هل في ثمة عائد اقتصادي من خلال الاستثمار في مسألة الموهوبين والمبدعين؟ فيما يتعلق برعاية موهبة في التعليم العام، العائد الاقتصادي كل ريال ينفق على عائدة في الاقتصاد والمجتمع 8 ريال. عملناها عملية حسابية فيما يتعلق بالطالب الموهوب. أعطيك مثال، أنا توي يمكن طالب من عندنا الآن أعطته السابق قرض سابق نعم. قرض لإنشاء مصنع اللون سليم. طيب هذا لك أن مقارنة بسيطة علشان تعرف 1 إلى 8، ترى هذه 1 إلى 8 على المجتمع، لكن خلينا نتكلم الآن على الاقتصاد. واحد الطالب هذا تخرج لم يبحث عن فرصة عمل، ما زاحم غير على فرص العمل، بينشئ مصنع يخلق فرص عمل، لكن أنت تخيل كم يطلع فرصة عمل من هذا المصنع الذي أخذ تمويله مثلا من شركة سابك لإنشاء هذا المصنع. بجانب الأمور الثانية، لماذا هو وينشئ؟ طيب الأنسولين ينتج في الغرب وموجود ومتوفر، لا أوجد مشكلة في منطقتنا العربية مثلا في بوط السكر، أضاف لهذا عالج مشكلة في منطقتنا العربية، وهذا واحد أنشأ مصنع ويخلق فرص عمل. يعني شتان بين هذا وبين من يخرج يزاحم غيره على فرص العمل. هذه هي المقارنة الحقيقية في الاقتصاد إذا أردنا أن نقارن، نأخذ حالات ونقارنها.